الحمد لله حققنا كثير كثير من الإنجازات، لكن أكبر إنجاز حققت دولة الإمارات واتحاد الإمارات الشباب. هذا الشباب هو المستقبل، هو اللي بياخذ بزمام الأمور في المستقبل. مرحبا يا شباب يكسبون الرهان، يا أملنا المرجى وللوطن ذخرنا، كنت بول شبابي مثلكم مستبان، حلم يا ما حلمته وكل يوم اندنى، وعقب وقت الشدايد موسم الخير حان، وصارت الدار جنة وطاب فيها الجنة، وقتكم في ربيع يا شباب وأمان، ما عرفتوا عنانا والتعب كدنا، احفظوا الدرس عنا بالذي قبل كان، بالعمل والإرادة ترفعون البناء.